اعتاد في كل شهر انه يروح ياخذ الايجار من المستاجر، ياخذ المبلغ ويطلع. احد المرات هذا المستاجر ما طال وياه في دفع المبلغ، قام بعدها بدفع جزء منه لفتره، اتصل مره ثانيه حتى يخبر صاحب الشقه بانه جهز المبلغ المتبقي. قال له تعال، يعني دعاه للحضور حتى يستلم المبلغ. بالفعل الرجل راح واستلم المبلغ، لكن من دا يركب دراجته دا يغادر المكان لغرض العوده، قام المستاجر باطلاق النار عليه. طبعا حسب ما تحدثوا المقربين من هذا الشخص انه بصوره مفاجئه. يعني لمعلومات اكثر حتى نشوف هذه الحادثه اللي صارت في كربلاء، خلونا نشوف هاي اللقاءات مع ذوي هذه الضحيه. انا ابن اخ المغدور صاحب طالب. الحادث وما بيه عمي شخص فقير، انسان طيب محترم، عنده شقه للايجار. عاده كل بدايه الشهر يطلب من صاحب هذا الساكن به شخص بخصوص المبالغ الخاصه بالايجار، فهذا حق يعني مسموح وملكه. فالموضوع وما بيه اي اليوم باشر، ف يستمر بالتأخير في دفع الإيجار. فصادف قبل في يوم الأربعاء بلغه بأنه تعالىك مبلغ، أعطى مبلغ قسم المبلغ وبقى مبلغ معين، خبره بالليل بالدعش تعالىك مبلغ. فقال له أنا ما أقدر أجي، يعني وقت متأخر من الليل، ظاهر يعني المجرم بأنه مع سبق الإصرار والترصد بأنه يريد يقتله. زين، فأجل عمي قال له أنا ما أقدر أجيك اليوم غدا، أجيك ان شاء الله. انا اليوم عندي يعني الدنيا ليل وما اقدر اجي. فراح للثاني يوم العصر على المود المتبقي من مبلغ الايجار، فاستدرج بانه هاي منطقه وما اقدر اسولف وياك وتعال هاي المزرعه. فمجرد ما انطى المبالغ وعمي دار وجهه دا يركب دراجته الخاصه رمى بطلقه. فاحنا بهذا الوقت نشوف العراق نحو الهاوي، وتوصل الدناءه والجراه الى التهديد ولا يزال فوق القتل اللي وصلنا عن طريق أطراف مجهولة وتم القبض عليهم، ولا يزال التهديد مستمر. بالحقيقة هو هذا عمنا المرحوم مو من النوع يعني اللي يحب الخلافات، أو إنسان من النوع اللي يدور شر، أو إنسان بسيط ومعروف بالمنطقة وموظف بسيط بالصحة وسمعته طيبة وماكو أي خلافات، بحيث من راح له هو مأمن يعني على كلامه بأنه أنا وفرت لك المبلغ وتعال استلمه. ويعني تفاجأ بأنه نطى جزء منه، وأثناء مغادرتك قتله غدر يعني بكل بساطة، ماكو أي أوليات يعني. أو يعني بالحقيقة لو كان اكو خلافات او كذا، مو من المعقول انه يروح بمفرده ومأمن، فما عنده فد شيء او عداوه مع هذا الشخص مع الاسف. زين، فما اعرف يعني هو هذا شنو هالبرود هاي، واللي دفعه ان يقتل انسان مثل ما نقول طيب او بسيط او فقير الاخلاق بهاي الطريقه، ما اعرف. والله نوجه رسالتنا إلى المسؤولين في الدولة وإلى أولاة الأمر اللي تتمثل برؤساء العشائر وكل من يتولى حتى وإن كان ولي أسرة، أن تكون متابعة لأفراد المسؤولين عنهم بتقويم الأخلاق والالتزام بالاحترام والدين والمبادئ والقيم. فإحنا إذا نفقد هذه الأمور كلها تعم الفوضى بالمجتمع، وتكون مثل هذه الحادثة بشكل اعتياد تصير يومياً.